شنو اللي صار في البلاد؟ يخفى ما شكون مات؟ قال ايه مات شكري بالعيد. تأثرنا بغض النظر عن الشخص، تأثرنا على خاطر التونسي، تأثرنا على خاطر التونسي ولا يقتل خوه التونسي، تأثرنا على خاطر السلطة والتكالب على السلطة. قتل فينا الإنسانية، ما غزروش لأنه كونه رب عائلة، لأنه قبل كل شيء إنسان، قبل ما يكون عنده عائلة، قبل ما يكون سياسي. وين نحبوا نوصلوا في هالبلاد؟ أنا وقتها في الساعة هذيك دخلت فيه هستيريا، ما عادش يهمني زعما مرت شكري بالعيد وصغاره باش يكونوا أعز من أمي. كيف كيف كيما تبكي هي كيما يبكي هما، قلت حتى أنا بيدي باش نهبط للشارع ونعيط كالناس الكل. علاش نوصلوا توا في الوقت حساس على الاخر؟ انا نوليو نقتلوا في بعضنا. انا يمكن عقلانية شوية، ما اتهمتش ناس معينين، اما ما حطوش في بالهم اللي ثم عباد باش تولي تتهم في عباد وعباد الاخرى ماشي هجمة على عباد. يا اخي اللي قتل شكري بالعيد شو يحب يوصل؟ يحب يخرب لنا بلادنا؟ يحب يدخلنا في فوضى؟ انا مستحيل كنت نتصور انه واحد يحب السلطه لدرجه انه نختاله، مستحيل. قلت تصفيات جسديه هذه شيء ما نتصوروش، اما احنا غلطنا غلطه كبيره. لطفي نقد وقت اللي مات، نورمالمون اللي قتله كان لازم يتحاسب باش ما نخليوش الباب مفتوح قدام برشا عباد. والنتيجة اللي صار اليوم مع شكري بالعيد، كانت حاسب اللي قتلوا قبل لو حتى واحد يمكن ما يسترجع يعمل من بعد. هالتراخي في المحاسبة، وإلا خليني نقول معناش الآليات زعما باش نوصلوا نحاسبه ولا باش نلقاو شكون اللي المدان في الموضوع هذايا، نوصلوا نقتلوا بعضنا. يا اخي اللي شد الحكم نحب نفهم انا شنو مصلحته غير انه بلاده؟ الشعب زعما شنو مصلحته غير انه بلاده؟ نحب نعرف حكايه. احنا مش يوحدنا شيء واحد اللي هو حب بلادنا؟ لازمنا نحبوا بعضنا باش نجموا ننجحوا بلادنا. اليوم شكري بالعيد مات، وغدوه نجم يموت شخصيه اخرى. يا اخي احنا نحبوا نرقاو ببلادنا ونعملوا في استراتيجيات. نحب نسأل الحكومة تو شنو الفايدة من الاستراتيجيات وقت انت تعمل استراتيجي وعبد يجي يخرب؟ باش ما نقولش الحكومة قامت لي كيف الموضوع، خاطرني انا وقتها لازمني نتنزه من اني نتهم ناس بدون اي حجة. ولكن اللي عمل هكا الغاية متاعو مش شكري بالعيد كهو، غايته انه يرهب الناس ويرهب السياسيين ودخل البلاد في فوضى. ونخافوا احنا ونشدوا ديارنا والسياسيين ما عادش يتكلموا ويخافوا، او انه الشعب يثور ويخرج كما خرجنا امس والحكومة تخاف والسياسيين زادا يدخلوا بعضهم. انا نقول كلمة واحدة، الناس الكل لازمها تاخذ موقف. اللي صار مع شكري نجم يصير على اي انسان اخر، وبغض النظر على انه قتلوه او عذبوه اللي قاعد يصير اليوم في تونس غلط. لازمنا الناس الكل اللي ياخذوا موقف من اللي قاعد يصير، ولازم اول شيء بالحق انا منت بيه لازم يكون عقاب شديد 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 بلا رحمه تتخذه الحكومه، ويتخذوا الحكومة تتخذوا بالقانون أو الحشاء باش الناس هذو ما يتحاسبوا. لا مفر، راهم اللي عملوه أمس مع شكري بالعيد خلاني أنا وغيري ولينا نقولوا نعطوا للشارع ونعيطوا. والبومباجاز كانت من هنا ومن هنا البومباجاز، والعباد كانت تموحة باش نحكي لك، والناس كانت مختنقة أما قالت لا.
ما هوش عبد منا كيما هو روحه مشيت. حتى احنا عادي، علاش ندخل في هالدوامة الكل؟ الحكومة لازمها تتحرك، والمعارضة لازمها تتحرك، والناس لازم تخمم بهذا. على خاطر يا ناس، انا بيدي امس خرجت وعيطت وبكيت وما نرضاش انه حتى واحد تونسي يتمس. انا نقول حاجة واحدة يا ناس، احنا اول شيء لازمنا نعرفوه ونتعلموه ان نحبوا بعضنا. اذا حبينا بعضنا راهي تونس تولي لبس عليها، راهو الكرسي ما يدوم الحد، راهي السلطة ما تدوم الحد، راهي الصحة ما تدوم الحد، راهو اللي يجمعنا كلمة لا اله الا الله، رانا مسلمين. انا نقول كانوا تتفرجوا فيا يا 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 مجرمين، يا اللي قتلتوا الراجل هذايا بو العائلة، عطيني وين تحبوا توصلوا. زعما سي سور، انا متأكدة اللي اكثرية التوانسة مسلمين، معناها نحب نفهم هل اللي قتلوه اكيد مسلمين. ما تخافوش من ربي، ما تقولوش يجي نهار ثم اخرة وتتعاقبوا. كانكم متطرفين وما كمش مسلمين، ان شاء الله تقاو جزاتكم بالقانون. وكانكم مسلمين وتشديتوا، يا ويلكم من عقاب ربي ويا ويلكم من عقاب القانون. كانكم مسلمين نقولوا مراو الاسلام شوهتوه، راكم انتم اللي شوهتوا اسلامنا. عمروا الاسلام لقال قتلوا، لقال كفروا، لقد ضروا غيركم. واي سياسي في الدنيا هذه، هذا احنا السياسه جديد علينا يظهر لي، والحريه جديد علينا. سياسيين مباح لهم انهم يحكيوا اللي يحبوا، كل واحد يحكي اللي يحب، كل واحد عنده خطاب يقوله. وانتي هوني انسان عاقل تسمع بمخك وتغرب، شكري بالعيد ولا حمل همامي ولا اي حسب كان عنده حق انه يحكي. وانتي عندك اختياراتك وتوجهاتك والعقل هذايا تمشي مع اللي تحب، اما انك توصل تختال لهالدرجه شكري بالعيد كان يخوفكم يمثل اختار عليكم، ما نتصورش. انتم حبيتوا توصلوا لحاجه ما ابعد من شكري بالعيد، اما انتم راكم ما حرقتوش عايل شكري بالعيد كهو، قلبنا احنا زاد تحرق. وشكري بالعيد ولا يمثلنا الناس الكل، وانتم اللي قتلتوه أغبياء جدا. عخاطر شكري بالعيد عنده تاريخ أول شيء، وزيدوا صححتوا على ورقة من ذهب إنه حياته الكل باش يقعد يتذكر في التاريخ متاع تونس، وعطيتوه شرف إنه يكون شهيد ومناضل للرأي والكلمة. وشكري بالعيد على راسنا من هنا، وأي واحد تتمس منه شعر على راسنا من فوق، واقتلوا، نجموا تقتلوا الناس الكل راه، اما الشعب التونسي فيه ناس احرار ما يرضاوش هذايا. ندائي موجه للحكومه، صلحوا من رواحكم، راهو الكرسي ما يدوم الحد، راكم تنجموا تقعدوا حياتكم الكل مذكورين بالخير كي تصلحوا تونس، كي تسيبوا اي اعتبار شخصي، مصلحه تونس فوق الناس الكل. يا احزاب هاكم تشوفوا شنو اللي قاعد يصير، رد بالكم تخمموا تعملوا كل اللي قبلكم. وراهو اللي ما يخافش ربي في روحه وفي الناس والله لا يربح. شعب التونسي انا نقول لك حاجه واحده يا شعب، انا منكم، وانا خرجت وعيط وكنت خايفه زاده انه لا نتهوروا الناس الكل. خلينا قبل ما نعملوا اي ناخذوا اي قرار ولا نضغطوا على اي طرف حكومه او غيرها نتعقلوا. اللي انا نحب نقول كلمه واحده، اذا النهضه اليوم موجوده في الحكم، رانا احنا كنا عندنا دور. اذا انا ما انتخبتهاش وغيري 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 واللي تفرج فيه يقول لي انا ما انتخبتهاش، اما ثم اغلبيه انتخبتها، دونك هي شرعيه. ما لازمناش نرميو الحبل للناس الكل، كل واحد يتهموه، لا، احنا زادا راهو عندنا دور، الشعب عنده دور زادا في اللي صار، والحكومه عندها دور، والاحزاب عندهم دور. توا اللي لازم يصير انه نصلحو،
وكينكم الناس الكل عدى عليكم موت شكري بالعيد، لازم ما تنساوش شكلي الكل، هذيك الاندفاع اللي فيه، هذيك القوه اللي فيه لازم تكون فينا احنا. اليوم الحكومه لازمها تتبدل. حمادي جبالي خدا قرار فردي، نورمالمون ما يجيش اللي هو قرار فردي، ولكن القرار فيه محتواه مليح برشا. نتمنى من كل قلبي انه مره واحده نخمو في تونس، يا سلطه يا حكومه خمو في تونس، والناس اللي باش تحطوهم اظنوا 100% انهم يخدموا مصلحه بلادهم. الف مره نعاودها ونزيد نعاودها، الكرسي ما يدوم لحتى حد. شفتوا بينا وبين الموت شعره، خليو سمعتكم نظيفه، خليو تاريخكم نظيف، راهو التاريخ ما يرحمش. وانتي حي متبعك، وانتي ميت متبعك. انا ومتصوره اي شاب وشابه من تونس وعلي شفتو امس، الشباب البرا الناس كل تعيط، الناس كل محروقه، معناها احنا مانيش مهسرين، مانيش مغيبين، واعين. رانا احنا نخوفوكم، احنا زاد الشباب رانا شعله، وشعله هذه راهي تنجم تحرق. ردوا بالكم لتزيدوا تغلطوا، يلي غلطتوا واللي احنا ما نعرفوكمش شكون. ان شاء الله الدوله، مش معقولش لا حكومه ولا احزاب، ان شاء الله الدوله تجيب اللي قتل شكري بالعيد ويتحاسب، خاطر اللي غلط مع شكري بالعيد غلط في حق تونس وفي الشعب التونسي، خاطر قتل مسلم، قتل تونسي، وقتل روح إنسانية. حاجة واحدة كنكم تتفرجوا فيا يلا قتلتوه، نقول لكم حاجة واحدة، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، وستسوغ العدالة الإلهية أكبر منكم، وبإذن الله يجي نهار ونسمعوا بيكم. تشديتوا وتبردونا على قلوبنا وعلى قلوب عائل شكري بالعيد، ربي يرحمه كبير ويقعد كبير ولا أكبر في عينين الناس الكل. يعطيكم الصحة.